إن تكن ذا حاجة في العالمين فابسط الكف لدى أم البنين، إنها باب إلى الزهراء كما ابنها العباس باب للحسين. بدوية كلابية أنجبت فحولا علوية، ثبتوا كالليوث في واقعة الطف الملحمية. أم البنين ناعية الحسين، حليلة أبي الحسن علي، صاحبة الموقف الأبي، شريكة الحزن الزينبي. هي من قالت لأولادها قاتلوا دون سبط النبي. هي أم العباس قمر العشيرة وكافل الأميرة. هي من حاورت بشر في المدينة، أخبرني عن ابن الطاهرة الأمينة. أربعة قرابين لها ساروا بدرب الحسين، لحقوا الركب وأطاعوا الرب، وقطعت أنياط قلبها. صرخت في يثرب الحزينة وهزت كل ركن من أركان المدينة. قالت بصوت علوي شجي: قتل الحسين بسيف الشقي، فسلام عليك أيتها السيدة الطاهرة، السلام عليك أيتها الصابرة، فزتي والله وفاز محبيك في الدنيا والآخرة. طبتي وطابت الأرض التي فيها نزلتي، والعزاء كل العزاء لسيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام، ولأمير المؤمنين ولرسول الرحمة والإنسانية محمد صلى الله عليه وآله، ولسبطي هذه الأمة وسيدي شباب أهل الجنة، وكذلك لكل الأئمة المعصومين، لا سيما صاحب الطلعة الغراء صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه، والعزاء لكل المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. وأكيد مشاهدين الكرام، في هذا المساء الحزين ونحن بالقرب من الأئمة الطاهرين عليهما أفضل الصلاة والسلام، عزاءنا إن شاء الله راح يكون بخصوص ذكرى رحيل هذه السيدة الطاهرة أم البنين صلوات الله وسلامه عليها. أنا وزميلتي زينب، عظم الله لنا ولكم الأجر، وجعلنا الله وإياكم ممن نحذو حذوها إن شاء الله. إن شاء الله يا أسهار، أجورنا وأجوركم معظمة، كل العزاء إلى سيدي مولاي أمير المؤمنين عليه أفضل وأتم السلام، والعزاء الخاص المتخصص أيضا إلى سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها أفضل وأتم السلام، وللأئمة عليهم أفضل وأتم السلام. ولا ننسى بقية الله في أرض السلام عليك سيدي مولاي أينما كنت، في مشارق الأرض أم في مغاربها. بالتأكيد لهذه السيدة الجليلة التي رفضت دخول بيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حتى يأذنوا لها بضعة الزهراء الحسن والحسين وزينب عليهم أفضل وأتم السلام، وطلبت بأنها تكون خادمة في هذا البيت لا سيدة في هذا البيت، لأنها كانت مدركة من سيدة نساء العالمين ومن سيدة هذا الدار، فطلبت بأنها تكون في خدمة الزهراء. إذن هي أول خادمة للزهراء عليها أفضل وأتم السلام، ونقول في حقها عندما جعلها الله عز وجل بابا للحوائج، أم الحوائج والبنين وذي التقى، باب الإله بها النوائب تنجلي، ما إن لها أهديت، ما إن لها أهديت تلو الفاتحة، لا ذقت همّا فيه نارا تصطلي. أندب لفاطمة أم البنين، فلا بالكف حاجات ترد لسائلي. مجرد ما أنه نقرأ الفاتحة لأم البنين صلوات الله وسلامه عليها وتتلوها صلوات بعدد الأصابع الخاصة باليدين تقضى هذه الحوائج. إذن لهذه السيدة الجليلة التي ميزها الله عز وجل وجعلها بابا للحوائج، كما جعل ولدها أبا الفضل العباس عليه أفضل وتم السلام بابا للحوائج وبابا للحسين للحوائج بالتأكيد. فأم البنين عليها أفضل وأتم السلام نقول في مستهل هذه الحلقة عنها بأنها هي المؤسسة لنصرة الحسين عليه السلام، وهي المؤسسة لخدمة الزهراء عليها السلام، وخير الاقتداء الوفاء،
فلذلك تطلق هذه التسمية باسم أم الوفاء وأم الأوفياء، فأهدت أولادها الأربعة بفداء لسيدي مولاي الحسين عليه أفضل وأتم السلام، وهي من حفظت وديعة الزهراء عليها أفضل وأتم السلام مؤثرة في هواهم وحبهم، وجعلت نفسها ونذرت نفسها بخدمة بضعة الزهراء عليها أفضل وأتم السلام. فلنقرأ هذه الزيارة وإياكم، وإن شاء الله نقرأها هنالك في المدينة المنورة حيث أئمة البقيع وقبرها الشريف الطاهر، وبعد هذه الزيارة نتعرف على مفاصل حياة هذه السيدة الجليلة قبل أن تدركها الوفاة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك يا زوجة وصي رسول الله، السلام عليك يا عزيزة الزهراء عليها السلام، السلام عليك يا أم البدور السواطع فاطمة بنت حزام الكلابية الملقبة بأم البنين وباب الحوائج، أشهد الله ورسوله أنك جاهدت في سبيل الله إذ ضحيت بأولادك دون الحسين بن بنت رسول الله، وعبدت الله مخلصة له الدين بولائك للأئمة المعصومين عليهم السلام، وصبرت على تلك الرزية العظيمة واحتسبت ذلك عند الله رب العالمين، وآزرت الإمام عليا في المحن والشدائد والمصائب، وكنت في قمة الطاعة والوفاء، وأنك أحسنت الكفالة وأديت الأمانة الكبرى في حفظ وديعتي الزهراء البتول الحسن والحسين، وبالغت وآثرت ورعيت حجج الله الميامين، ورغبت في صلة أبناء رسول رب العالمين عارفة بحقهم، مؤمنة بصدقهم، مشفقة عليهم، مؤثرة هواهم وحبهم على أولادك السعداء، فسلام الله عليك يا سيدتي يا أم البنين، ما دجى الليل وغسق وأضاء النهار وأشراق، وسقاك الله من رحيق مختوم يوم لا ينفع مال ولا بنون، فصرت قدوة للمؤمنات الصالحات لأنك كريمة الخلائق عالمة معلمة نقية زكية، فرضي الله عنك وأرضاك. السلام عليك يا سيدتي ومولاتي يا عزيزة الزهراء،
وعلى أولادك الأربعة. السلام على من تحملت لحظات الوداع وصبرت على الفراق وبكت خلوة الديار وانفطر قلبها من الانتظار. ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم، الله سبحانه وتعالى يرفع مكانة الذين يقدرون النعمة التي أنعمهم الله عليهم، وهي محمد وآل محمد. وهذه المرأة قدرت هذه النعمة، وإحنا دائما نقول العين ما تعلى على الحاجب. هي فعلا أصبحت مثل ما ذكر زميلتي زينب خادمة. فاليوم إحنا أكثر الأحيان نقول إحنا أنا خادم للحسين، أنا خادم لفاطمة. هي لقبت نفسها بهذا اللقب وكانت على قدر ما لقبت نفسها بهذا اللقب، يعني كانت خير من آزرت سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك بعد شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه نذرت أولادها الأربعة وما دست يعني الغيرة بينهم، ما قالت لأحد أنه أنت أيضا ابن علي ونازع أخاك الحسن أو الحسين بالخلافة، أبدا ما قالت هذا، بل كانت تربيتها صالحة. أربعتهم كانوا قرابين لأبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام. فلذلك هنا نريد أن نبين سنن الله عز وجل، كيف الله سبحانه وتعالى رفع شأن هاجر عليه السلام وجعل حجر إسماعيل. هو طبعا بعد ما صبرت على عطش ابنها ساعات قليلة الله سبحانه وتعالى كرمها. كذلك الله هو واحد عز وجل، وكذلك سننه واحدة ما تتبدل. فكيف بأم البنين اللي قدمت أبنائها قرابين وهم عطاشة في سبيل سيد الحسين عليه الصلاة والسلام؟ حقيقة هنيئا لها، وأسأل الله عز وجل بحق هذه السيدة العظيمة أنه يقضي حوائجكم وأيضا حوائج جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. دعونا نتعرف على السيرة العطرة لسيدتي ومولاتي أم البنين عليها أفضل الصلاة والسلام، ولنا عودة معكم من جديد، فتابعونا. السيدة أم البنين عليها السلام، اسمها فاطمة، كنيتها أم البنين، أبوها حزام، أمها ثمامة، وقيل ليلى. نسبها ينتهي نسبها عليها السلام إلى جعفر بن كلاب ورئيسها في عصره. زوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. أولادها الشهداء الأربعة أبو الفضل العباس عليه السلام، عبد الله، جعفر، عثمان عليهم السلام. وفاتها عن الأعمش قال: دخلت على الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في 13 من جمادى الثاني، وكان يوم جمعة، فدخل الفضل بن العباس عليه السلام وهو باك حزين، وهو يقول: لقد ماتت جدتي أم البنين، قبرها في البقيع المدينة المنورة. مواقفها: قال بشير بن حذلم حين جاء إلى المدينة لينعى مقتل الحسين وأهل بيته: ورأيت امرأة كبيرة تحمل على عاتقها طفلا ويتشق الصفوف نحوي، فلما وصلت قالت: يا هذا، اخبرني عن سيدي الحسين عليه السلام، فعلمت أنها ذاهلة لأني أنادي قتل الحسين وهي تسألني عنها، فسألت عنها فقيل لي: هذه أم البنين عليه السلام. فأشفقت عليها وخفت أن أخبرها بأولادها مرة واحدة، فقلت لها: عظم الله لك الأجر بولدك يا عبد الله. فقالت: ما سألتك عن عبد الله، أخبرني عن الحسين عليه السلام. قال: فقلت لها: عظم الله لك الأجر بولدك عثمان. فقالت: ما سألتك عن عثمان، أخبرني عن الحسين عليه السلام. قلت لها: عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. قالت: ما سألتك عن جعفر، فإن ولدي وما أظلته السماء فداء للحسين عليه السلام، أخبرني عن الحسين عليه السلام. قلت لها: عظم الله لك الأجر
بولدك أبي الفضل العباس. قال بشير: لقد رأيتها وقد وضعت يديها على خاصرتها وسقط الطفل من على عاتقها، وقالت: لقد والله قطعت نياط قلبي، أخبرني عن الحسين. قال: فقلت لها: عظم الله لك يا الأجر بمصاب مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فخرت مغشيا عليها. يا أم البنين، قد وردت عدة روايات مما ذكره أمير المؤمنين عليه أفضل وتم السلام، فالذي يطلع على هذه السيرة الطاهرة للسيدة الجليلة فاطمة الملقبة بأم البنين عليها أفضل وأتم السلام، التي طلبت من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل وتم السلام بأن يغير اسمها من فاطمة إلى لقب آخر، فلقب أم البنين تذكر الروايات بل وإنها تؤكد بالأغلب بأن أم البنين هو لقب قد أطلقه أمير المؤمنين عليه أفضل وتم السلام عليها بعدما طلبت ذلك الطلب منه، لأنها كانت تشاهد منظر الحزن على سيدي ومولاي سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين ومولاتي زينب عليها أفضل وتم السلام عندما كان يناديها بفاطمة، لأن هذا الاسم له علاقة بسيدة نساء العالمين الشهيدة في ولاء الإمام علي عليه أفضل وتم السلام. فكانت القصة التي ابتدأت عندما قال أمير المؤمنين عليه أفضل وتم السلام موصيا لأخيه عقيل بأنه: انظر لي امرأة قد ولدتها 1000 حولة من العرب لأتزوجها فتلد لي غلاما فارسا ولكي صيب منها ولد يكون شجاعا وعضا ينصر ولد الحسين ويواسيه في طف كربلاء. فقال له عقيل: تزوج يا أمير المؤمنين أم البنين الوحيدة الكلابية، فإنه ليس في العرب أشجع من آبائها. فتزوجها الإمام علي عليه أفضل وتم السلام إكراما لذلك النسب الذي كانت تنتسب إليه، ولكن قد روي بأنها قبل أن تتزوج أمير المؤمنين عليه أفضل وتم السلام بأنها رأت منابا، فكانت هذه الرؤيا بأنه هاتفا يهتف بها: بشراك فاطمة بالسادة الغرر 3 أنجم والزاهر القمر، أبوهم سيد في الخلق قاطبة بعد الرسول كذا قد جاء في الخبر. فكانت هذه الرؤية هي اللمحة الأولية لأم البنين عليه أفضل وتم السلام، ومن ثم دخلت السيدة أم البنين إلى منزل فاطمة الزهراء، لم تدخل ذلك الدخول مبتهجة فرحة بأنها تزوجت أمير المؤمنين عليه أفضل وتم السلام إطلاقا، لا، دخلت بدموع حانية الرأس حانية الظهر حتى تكون خادمة بداخل هذا البيت. هذا الجزء من القصة الأهم بشخصية مولاتي أم البنين عليها أفضل وتم السلام، فلندقق الحوار عليه. ولكن الزميل حيدر نصرت من على مشارف باب المراد بالتأكيد نستقبل تعازيه ولديه الكلام والمشاركة برحيل السيدة أم البنين عليها أفضل وتم السلام. حياكم الله، عظم الله أجورنا وأجوركم زميلنا حيدر، ما هي الرسالة التي تريد أنه توصلها للعالم أجمع من خلال رسالتكم الإعلامية الآن في برنامج خير الكلام معنا عن سيرة حياة أم البنين عليها أفضل وأتم السلام؟ تفضلوا. نعم، تحية لكم زميلتي ولجميع مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى وفاة السيدة أم البنين سلام الله عليها. يعني نحن الآن نتواجد في مدينة الكاظمية المقدسة، وكما تعلمون يعني الأيام الماضية وحتى اليوم قبل يعني دقائق قليلة من الآن زخات المطر كانت مستمرة في العاصمة بغداد ودرجات الحرارة منخفضة، لكن رغم هذا اليوم مدينة الكاظمية المقدسة تشهد يعني حضور كبير من قبل المؤمنين وزخم لإحياء هذه المناسبة الأليمة، وهي ذكرى وفاة حليلة أمير المؤمنين أم البنين سلام الله عليها، وهي التي ضربت لنا أعظم الدروس في الولاء والوفاء
الإمام سلام الله عليه واستعدادها وتأسيسها لأقمار أربعة وقفوا يعني مع الإمام الحسين عليه السلام وأدوا ما عليهم بكل إخلاص وثبات ووفاء. وبالتالي اليوم عندما نحيي هذه المناسبة وعندما نحيي هذه الذكرى هو جزء من رد الجميل ورد الوفاء لهذه السيدة الجليلة ولهذه الشخصية العظيمة التي يعني الكثير من الرواة رووا عنها وعن موقفها في يعني أثناء حضورها في منزل أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد استشهاد الزهراء سلام الله عليها ووصولا إلى يعني معركة الطف، وكيف كانت يعني توصي أولادها الأربعة سلام الله عليهم بنصرة الإمام الحسين ويعني الامتثال لأوامره وأيضا يعني تقديم أنفسهم وبذل الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على الإمام الحسين والحفاظ على الرسالة المحمدية والوقوف دون يعني تقدم المعسكر المعادي نحو معسكر الإمام الحسين، وكانوا حقيقة يعني أدوا ما عليهم. وأنا هنا لست بمعرض أن أبين ما قدمه أبو الفضل العباس سيدي ومولاي وأخوتي سلام الله عليهم. زميلنا حيدر، خلينا نستغل وجودك يعني أو نستثمر وجودك وأنت في شارع باب المراد، أن أشير إلى دور هذه السيدة المباركة الجليلة في تربية أولادها وفي تنشئتهم نشأة صحيحة وصولا إلى يعني الهدف المنشود الذي كان معد لهم وهو نصرة الإمام الحسين عليه السلام. نعم زميلي حيدر، أولا أقول عظم الله لك الأجر في هذه الوفاة وهذه الشهادة الأليمة حقيقة، لأن هي أيضا ماتت وهي في قلبها حزن كبير على سيد الشهداء وعلى كذلك أولادها. بودي أن تنقل أجواء شارع باب المراد، بما أنه نستثمر وجودك الآن بالشارع، أنه حقيقة إحنا لما أتينا إلى برنامج خير الكلام شاهدنا هناك قدور ترفع لأنه موزعين ثواب لأم البنين عليها الصلاة والسلام. أريد ناخذ أيضا عزاء إذا كانوا هناك بجوارك أناس نسمع عزائهم ونشاركهم العزاء لسيدتي ومولاتي أم البنين عليها الصلاة والسلام. نعم زميلتي، يعني كان اليوم عصر هذا اليوم قبيل صلاتي المغرب والعشاء مجلس عزاء داخل العتبة الكاظمية المقدسة بهذه المناسبة، وأيضا هناك مواكب عزاء في مدينة الكاظمية المقدسة خصوصا على الطريق المؤدي إلى الإمامين من جهة شارع باب المراد الذي نتواجد فيه الآن، لكن كمواكب عزاء لغاية الآن لم تسجل أو لم تدخل إلى المدينة، ربما تدخل في الساعات القادمة. لكن ما شاهدته أنا عندما جئت إلى يعني حضرت إلى مدينة الكاظمية المقدسة، يعني هناك مواكب أيضا تقوم بتقديم الخدمات للزائرين، وأيضا هناك مواكب عزاء، وأيضا هناك يعني العتبة الكاظمية المقدسة يعني انتشحت بالسواد وأيضا أقامت مجلس عزاء بهذه المناسبة، وهذا ديدا يعني مدينة الكاظمية المقدسة وكل المدن المقدسة في العراق هي تواظب على إحياء هذه الذكرى وإحياء كافة مناسبات أهل البيت عليهم السلام، خصوصا يعني في المناسبات الحزينة أو المناسبات المفرحة كولادات الأئمة والشعبانية يعني 15 من شعبان وتتويج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. سمينا حيدر، طبعا نصرة شكرا لانضمامك إن في برنامج خير الكلام، وإن شاء الله هذه الخدمة واصلة إلى سيدتي وروح هذه السيدة الطاهرة العلوية. شكرا جزيلا لانضمامكم إن في برنامج خير الكلام. نعم مشاهدينا الكرام، نواصل الحديث عن هذه السيدة الطاهرة. هناك أمر جدا مهم، يعني ذكرنا أنه السيدة انتزعت من قلبها الغيرة الضغائن وجندت أولادها في سبيل خدمة الإمام الحسن ومن بعد الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني نشاهد هناك بعض من زوجات الأئمة، مثلا زوجة الإمام الباقر بعد شهادته جعلت من ابنها ينازع الإمام الصادق في الإمامة، هذا ما شاهدناه من مع يعني أولاد أم البنين سلام الله عليها، هذا نتيجة للتربية الصالحة. وهناك موقف آخر أيضا لما إجا بشر بن حذلم، طبعا هو ينادي بتلك الأبيات أنه كيف انقتل الإمام الحسين الرأس منه على القناة والجسم مقطع، وكذلك كان يصف بأبيات شعرية، هي إجت مذهولة، هي وده يقول الإمام الحسين انقتل بس هي ده تقول له أخبرني عن الحسين، يعني ما مصدق الخبر. فلما يبدي يقول لها عظم الله لك الأجر بأولادها واحدا تلو الآخر، لما وصل لأبو الفضل العباس خلت إيدها على خاصرتها،
انظروا إلى هذا المشهد، الإمام الحسين لما انقتل أبي الفضل العباس سلام الله عليه قال الآن انكسر ظهري، خلى إيده على ظهره. شوفوا التشابه اللي دي يصير بين القضيتين. ولما وصل الخبر لأبي الفضل العباس هي افتجعت أكثر، لأنه تعرف شنو أبو الفضل، هو كيف يستميت في سبيل الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. كذلك هي أم البنين لما سمعت بالإمام الحسين نصبت، جعلت هناك قبور رمزية هناك في البقيع خمسة، وأخذت تبكي وتقيم المآتم، وكانت أيضا هي شاعرة تندب أولادها كما تندب الإمام الحسين سلام الله عليه. فهذه أيضا وسيلة إعلامية لكي تفضح الخط الأموي الذي كان يحارب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ويمكن لقلة ما وردنا عن أم البنين عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه نعرف أنه الأقلام اللي تكتب عن محمد وآل محمد محاربة ويجوز تتمزق أو تحرق، فلذلك ما وصلنا رغم أنه قليل لكنه حقيقة مليء بالدروس اللي تجعلنا مؤهلين أنه نسير بهذه المسيرة العطرة. الآن زميلتي زينب معنا ضيف. سمحت شيخ شير علي من النجف الأشرف، نعم معذرة، سمحت شيخ مصطفى شير علي من النجف الأشرف، عظم الله أجورنا وأجوركم، وفي ذكرنا لأم الوفاء والأوفياء أم البنين عليها أفضل وأتم السلام، ماذا تخبرنا عن قدر هذه السيدة الجليلة التي كرمها الله عز وجل وجعلها بابا للحوائج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بوفاة ذكرى وفاة السيدة أم البنين سلام الله عليها. لما كان ذلك اليوم يوم الوفاة أقبل حفيد لها إلى الإمام زين العابدين سلام الله عليه ليخبره بوفاة جدته أم البنين، ليقوم الإمام بنفسه سلام الله عليه بالقضايا الخاصة بتجهيز هذه المرأة إلى مثواها الأخير. وفاء لهذه المرأة الإمام سلام الله عليه، الإمام زين العابدين تولى أمر الصلاة عليها، كذلك الإمام تولى أمر تربية أولاد أبي الفضل العباس سلام الله عليهم سلام الله عليه. بالتالي هذه السيدة العظيمة التي أنجبت 4 أبناء لأمير المؤمنين سلام الله عليه، نستهدف عدة نقاط من حياتها. أولا أنها حتى لا يقع التشويش في قضية حياة أم البنين سلام الله عليه، لعله البعض يتصور أنها أكبر من الحسن أو أكبر من الحسين، لا، هي كانت بما يقارب بعمر السيدة زينب سلام الله عليها، وتزوجت من أمير المؤمنين، وكلل هذا وتكلل هذا الزواج بولادة القمر أبي الفضل العباس سلام الله عليه وبقية أولاد أمير المؤمنين. في هذه الفترة تنقل لنا بعض النصوص أن السيدة أم البنين كانت تربي أبنائها بطريقة تنمي عن احترامها الخاص للإمامين الحسنين سلام الله عليهما. يعني مثلا بعض الوصايا التي تنقل أنها كانت توصي بأن يا ولدي اجلس بين يدي أخويك جلسة العبد، آخر لحظات أبي الفضل عباس نادى يا أخي، ولم ينادها ولم ينادي بهذه الكلمة طوال عمره، وعمره كان 35 سنة، لم ينادي بهذا النداء إلا في آخر لحظة. هذا ينم عن طريقة تربية معينة كانت تربي بها هذه المرأة أولادها، أنهم ما تنطقون إلا يا سيدي، ما تجلسون بين يدي الحسن والحسين إلا جلسة العبد. بالتالي مقامها كان عظيم عند أمير المؤمنين سلام الله عليه، مقامها كان عظيم عند الإمام الحسن وعند الإمام الحسين سلام الله عليهما. هي كانت بعمر السادة من أولاد أمير المؤمنين بعمرهم تقريبا، فما ينقل على أنها كانت بعمر الأم لا، ما كان أهل الأمر مضبوط أبدا. بعدين وفائها لسيد الشهداء سلام الله عليه، تنقل بعض النصوص أنها ماتت آخر حياتها قبل الموت أنها قد أصيبت بالعمى حزنا على سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. والملاحظ أن أغلب النساء
التي ارتبطنا بأهل البيت لم يبقين طويلا بعد واقعة كربلاء كالسيدة أم البنين سلام الله عليها وكالسيدة أم سلمة. نستطيع أن نقول أن السيدة أم البنين هي تالية الزهراء من حيث زوجات أمير المؤمنين من حيث المقام، كما أم سلمة هي تالية خديجة من حيث زوجات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ولعله أشير إلى فد قضية تناسب المقام، أن السيدة أم سلمة زوجة رسول الله هي لا تقل من حيث الموقف والشأن أيضا عن السيدة أم البنين سلام الله عليها. لكن أيضا هذه المرأة ضحت بأولادها من أجل أمير المؤمنين السيدة أم سلمة، كذلك السيدة أم البنين ضحت بأولادها لأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. أحسنتم سماحة الشيخ وعظم الله. لم ينقل لنا أنها اشتكت لأنهم خرجوا وقتلوا مع الإمام الحسين، بل العكس هو الصحيح، أنها كانت تسأل عن الإمام الحسين كما ذكرتم قبل قليل في قضية بشر بن حذلم لما دخل إلى المدينة ونادى يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار. الآن السيدة أم البنين سلام الله عليها، إذا جئنا إلى طريقة التربية التي ربت بها الأبناء فنعم هذه الطريقة. لم يسجل لنا التاريخ عن أولاد السيدة أم البنين إلا الشيء الخالد، ولعل أعظم تجلي تربية هذه السيدة تمثل في يوم عاشوراء، إذ إننا لا نعرف عن حياة المولى أبي الفضل العباس سوى الشيء القليل إلا ما جرى في يوم عاشوراء، وهنا كانت معرفتنا بتربية هذه السيدة الجليلة. أحسنتم سماحة الشيخ. كذلك بقية أولادها وطريقتهم. نأتي إلى نص المعصوم سلام الله عليه، النصوص التي امتدحت أبي الفضل العباس والمقام الذي وصل إليه. يا ترى لو كانت زوجة كزوجات هذه الأيام تنتقم من أبناء ضرتها، هل كان سيخرج الطفل أو الولد بهذا الإخلاص وبهذا القرب من أهل البيت، كما ذكرتم عن بعض الشواهد لزوجات بقية المعصومين سلام الله عليه، مو كلهن بنفس المرتبة. لذلك هذه السيدة نالت المرتبة العظمى لتضحياتها مع أهل البيت سلام الله عليه. أحسنتم سماحة الشيخ. وأيضا خلينا نأخذ درس اجتماعي إن شاء الله، مثل ما تفضلت حضرتك أنه هي بتربية الأولاد. نحن نقرأ في زيارة آل ياسين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله، فمن خلال ردها على بشر بن حذلم يبين أنه لا حبيب سوى محمد وآل محمد، يعني تقول كل شيء تحت هذه السماء هو فداء للحسين. كيف نحن اليوم نربي نفسنا أولا ونربي أبنائنا أنه نكون فداء لصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإن شاء الله نحن في على مشارف ظهور المقدس إن شاء الله. تفضل سمعت الشيخ. عجل الله تعالى فرجه الشريف. أحسنتم على هذا السؤال. بالطبع مسألة أن يكون المعصوم هو رقم واحد في حياة المؤمن، هذه من المسائل التي تعتمد على تربية الأم والأب لهذا الولد أو لهذه البنت تجاه القضية. يعني لو جئنا مثلا أن إلى بعض الشواهد التي تنقل عن أن يكون المعصوم هو رقم واحد عند الإنسان، قد ما تأتي عن طريق التربية، قد تأتي عن طريق التوفيق هذه القضية، مثل ما حدث مع السيد الحميري. السيد الحميري، سيد إسماعيل الحميري، هذا الرجل لقب الإمام الصادق بالسيد، وبالتالي هذا الرجل يوم اللي سمع أبوه وأمه يبالغون في قضية سب أمير المؤمنين والعياذ بالله، بدأ أنشد قصيدة في لعن والديه، قال لعن الله والدي جميعا ثم أصلاهما حر الجحيم. ليش؟ لأن تعارض مع مبادئ العقيدة عنده. نأتي إلى عدة شخصيات كان المعصوم هو رقم واحد عندهم مو رقم اثنين. اليوم إحنا يا إما نربي أبنائنا على طريقة أن يكون المعصوم هو رقم واحد يا إما لا، وهذه ما تتم إلا عن طريق
تربيتهم على نصوص أهل البيت سلام الله عليهم. مثلا إذا جئنا إلى زيارة عاشوراء وأبرأ إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم، نال براءة من منه؟ من كل عدو يعادي الله سبحانه وتعالى، يعادي رسوله، يعادي أهل البيت. وبالتالي الموالاة تكون والحب والعظمة كلها لمن؟ لمن موال لوليكم معادل لعدوكم. زين، هنا إذا أجي يقول إذا أنت عندك أخ من أمك وأبوك وعندك هذا الأخ مو موالي لأهل البيت، خلينا نقول ناصبي، زين هنا راح تفعل درجة القرابة ودرجة المحبة أم لا؟ راح تخلي درجة الإيمان هي المتحكمة. هنيال اللي يكون درجة الإيمان هي المتحكمة. بعض الشواهد تذكر أنه مثلا فد اسم من أسماء اللي تذكر مثلا خالد بن الوليد ابنه، هو الرجل كان موقف سلبي من أمير المؤمنين، لكن ابن المهاجر نحن نترحم عليه وهو من موالي أمير المؤمنين سلام الله عليه ومن محبيه ومن المستشهدين بين يديه في يوم صفين. أحسنتم سماحة الشيخ مصطفى شير علي الباحث الإسلامي، كنت ضيفا عزيزا علينا من النجف الأشرف. شكرا جزيلا لكم لانضمامكم إن في برنامج خير الكلام، وإن شاء الله قضى الله حوائجنا وحوائجكم بحق هذه المرأة العظيمة وهذه السيدة الجليلة. شكرا لكم. شكرا جزيلا لكم. نعم نشكر منك سماحة الشيخ على كل ما تفضلت به، ونكمل ما بدأناه عن أم البنين. فعلا هي بابا للحوائج. كيف أصبحت بابا للحوائج؟ حتى أنت، إحنا دائما نقول، إحنا مثلا لما نجيب أسماء الأئمة ونقول نقتدي بهم يقولون هو إحنا مو مثلا أبونا محمد أو أمنا الزهراء. طيب هذه أم البنين هي خلصت نفسها من الأشياء التي تشوب الأخلاق، يعني الغيرة، الحسد، الطمع، غيرها من هذه الأمور، حتى وصلت إلى تلك المرتبة، إضافة إلى وجودها ببيت الإمام المعصوم وحدودها بينها وبين الإمام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نحذو حذوها بقضية إمام زماننا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، اللي يعني لابد أنه يكون النفس والمال والأهل كله فداء له صلوات الله وسلامه عليه. نعم أحسنتم يا أزهر. أيضا نذكر موقفا لأمير المؤمنين عليه أفضل وأتم السلام، لأنه كان قد أبلغها بماذا سوف يجري على العباس عليه السلام وأخوته، وما سوف يجري على سيد الشهداء عليه أفضل وأتم السلام. فهي كانت تعلم كل هذه التفاصيل، وقد جندت نفسها لتلك المهمة الصعبة، ولذلك اليوم وقد جعلت أولادها فداء لسيد الشهداء عليه أفضل وأتم السلام منذ لحظة ولادة العباس عليه أفضل وأتم السلام. يقول أمير المؤمنين كان يوسع العباس تقبيلا وقد احتل عواطفه وقلبه. ويقول المؤرخين أيضا في موقف حدث بداخل دار أمير المؤمنين عليه أفضل وأتم السلام، وأنه أجلس في حجره العباس عليه السلام، فشمر العباس عليه السلام عن ساعديه، أي أنه فتح يديه، فجعل الإمام يقبلهما وهو غارق في البكاء. فبهرت أم البنين عليه السلام وراحت تقول للإمام: ما الذي يبكيك؟ فأجابها الإمام بصوت خافت حزين النبرات: نظرت إلى هذين الكفين وتذكرت ما يجري عليهما. وسارعت أم البنين بلهفة قائلة له: ماذا يجري عليهما يا سيدي مولاي؟ فأجابها الإمام بنبرات مليئة بالحزن والأسى قائلا: إنهما يقطعان من الزند. كانت هذه الكلمات مثابة صاعقة ولي تقع على قلب أم البنين عليها أفضل وأتم السلام. ذاب قلبها وسارعت وهي مذهولة وقائلة: لماذا يقطعان؟ أخبرها الإمام علي عليه أفضل وأتم السلام بأنهما يقطعان في نصرة الإسلام والذب عن أخيه حامي شريعة الله ريحانة رسول الله الحسين عليه السلام. فأجهشت بالبكاء.
كانت تعلم أنه هذه النصرة نصرة حقيقية لسيد الشهداء. أيضا في محور حديثنا عندما نتحدث عن أم البنين لابد أن نجعل للعباس عليه أفضل وتم السلام الذي خاطب أخوانه البقية جعفر وعبد الله وعثمان رضوان الله تعالى عليهم وعليهم السلام، يا بني أمي إنه ذبوا عن سيد الشهداء، أي إنه تقدموا للقتال قبل سيد الشهداء، اجعلوا أنفسكم دروعا أمام سيد الشهداء وأمام أعدائه. وخاطب أيضا من ادعى بأنه على مقربة من أم البنين بأنه قال له لعنك الله ولعن أمانك تؤمننا وابن رسول الله لا أمانا له وتؤامرنا أن ندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء. هذا كان جواب أبا الفضل العباس عليه السلام في واقعة الطف. أحسنتي. يعني طبعا هذا الأمر زينب اللي قلتي بالبداية أنه كيف يعني يحاول ما بكت، يعني ممكن انه امراه غيرها يقولون هذا ابني وعزيز علي واني ما اقدر مثلا اودي واحد، ما اوديهم اولادي اربعه لا اضحي به، اي نعم ما اوديهم يعني اربعتهم، اودي واحد من عندهم الى مع الامام الحسين. وبهذا هي لا، رغم معرفتها لكنها هي أيضا ظلت مصرة على موقفها. لذلك إحنا نشوف بزيارة أم البنين صلوات الله وسلامه عليها وفيتي وآزرتي سيد الأوصياء وكثير من المفاصل وفيتي للزهراء، يعني رضيتي وكل هذا في احتسبتيه عند الله عز وجل مضامين الزيارة المقدسة. فنقول من في النساء كمثل والدة القمر رسمت بريشة حزنها أشج الصور، رزق الحسين أذاب مهجة قلبها وبكته حتى كف وانطفأ البصر. إذا هذا الوفاء كان موجود عند كل واحد مؤمن بينا، إذا كنا نساء أو كنا رجال، بهذه العيون نندب إمامنا صاحب الأمر عليه أفضل الصلاة والسلام. أيحجب كل هذه المدة عنا؟ إذن كم نحن غافلين عن إمامنا وكم نحن مقصرين تجاه صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. بهذه الدقائق الأخيرة أسأل الله عز وجل أنه تقضى جميع الحوائج بحق باب الحوائج سيدتي ومولاتي أم البنين صلوات الله وسلامه عليها، ورزقنا الله وإياكم زيارتها وشفاعتها إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. نترككم في رعاية المولى عز وجل ورعاية مولانا صاحب العصر والزمان، وشكرا لك زميلك زينب ولكل الكادر اللي رافقنا اليوم. نعم شكرا لك يا زهر، إن شاء الله في ميزان حسناتنا الدائم نختتمها على لسان أم البنين عليه السلام، تقول إنه بأنين وحرقة لو أنا أعلم ترجع سالم للأوطان لكان جرح الأربع هان، أنا لو أعلم درب حليبها الوفا لبعد ربيت لك يا حسين خوان. سلام على أم الوفاء والأوفياء أم البنين عليها أفضل وتم السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.